أكثر من رائع. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مجددا، معكم آدم من قناة أسرار آدم. اليوم نحن نعمل أنا وياكم خبز من دون عجن بالزعتر والكمون، وصفة ولا أروع من هيك، مجربة عدة مرات سابقا وبنصحكم فيها وتابعوني بالتفاصيل. معنا 400 ملي من المي، مي عادية بحرارة المطبخ، هذا الحطيف، خميرة فورية، ربع ملعقة صغيرة، ملعقة عسل صغيرة، اللي ما عنده عسل فيه يضيف سكر إذا بيحب. حركة شوي، هذا راح يضيف نص كوب من رقائق الشوفان، هلا رح ضيف ملعقة ونص من الملح، وثلاث أكواب من الطحين لكافة الاستعمالات، وإذا في طحين الخبز بيكون أفضل. ملعقتين صغار من الزعتر الناشف، ورق الزعتر، فينا نحط حدود الملعقة الكبيرة، هذه كمرحلة أولى. راح أضيف كمان ملعقة صغيرة من كمون الحب، شوي صغيرة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة، ملعقتين بس. أنا كل ما هنالك بدي أدخل المي مع الطحين وبيكون انتهى الموضوع. اللي عنده شك بهيدي الطبخة يجربها مثل ما عم بحكي بالتفصيل، ويرد علي خبر عبر الكومنت. صرت عامل منها كتير أرغفة، والعائلة عندي بتعشقها، الأولاد كتير بحبوا، وصراحة استغنينا كليا عن الخبز، عن مشتريات الخبز. هلا إذا كان في شوية بقايا عن الجوانب بملعقة ياخدهم بنمسحهم بالطريقة هاي، وهيدي هي. بسكرها هلا بالكلين فول او بالنايلون الغذائي، وبقولكم الى اللقاء بعد 12 ساعة. الافضل انه احفظها منيح بمحل دافي نوعا ما، وراح اسكرها بمنشفي كمان لحتى امنع عنها اي ضوء، بيكون افضل. وشيلها بمكان، اي مكان من المطبخ، وهيك بنشوفكم بعدين. باي باي. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. معنا اليوم خبز الزعتر، تركته يتخمر 12 ساعة، كمان بحركه شوي لحتى طلع منه الغاز اللي بقلبه، وهون هلا بشيلهم الاطراف. رش صغيري من الطحين على الجوانب، وهلا بزيد له شوية زعتر، حطينا قسم امبارح واليوم القسم طازة. هوليك الزعترات تخمروا مع العجين، بخلطها شوي، وبزيد لها شوية سمسم، طبعا سمسم ني مش محمص، بحدود الملعقتين،
كبار أو 3 ملاعق، أخلطها شوي. هذه الصينية القالب تبعولها راح ادهنها بشوي من زيت الزيتون. امسح القالب على جميع الاطراف. هلا مثل ما بتحبوا، اذا بتحبوا تضيفوا فيكم تضيفوا شوية كمون بكعب القالب، رش شوية كمون حار، هيدي اضافة انا بحبها، فيكم ما تحطوها نهائيا. وندلق العجين بقلب القالب، ما تهملوا هم انه تعملوا له شيبينج، هو لحاله حيعمل فورم اللي بده اياه اللي بيرتاح فيه. نحن علينا نحط العجينه بالوسط وبس، نتركها ترتاح لمده 40 دقيقه. كمان حرش شوي سمسم من فوق. اوكي هاي خلصنا، هيك رح سكرها كمان بمنشفة خليها تتنفس ترتاح لمدة 40 دقيقة. من بعد ما ريحني 40 دقيقة، خبز الزعتر نمسحه بالقليل من زيت الزيتون، نتأكد انه ما نشد ايدنا. بيعطيه شكل حلو وطعمه جدا جدا رائعة. نعم رشة زعتر كمان ناشف من فوق، نفتفتها شوي بايدنا. يعني هذا الخبز اكل جدا جدا حيكون طيب حتى لو كان لوحده ناشف من دون شيء. وهذه اسرار صراحة عم بعطيكم اياها من قلبي، ولكن بالمقابل بتمنى انه تعملوا سبسكرايب للقناة وتدعموها، لانه للأسف مش كتير الموضوع عم بيكون في تشجيع من قبلكم، هيدعمولها للأسف. بتمنى انه يصير في دعم اكتر وتشجيع اكتر وحب اكتر منكم. فاذا حندخلها على الفرن، الفرن محمص له 15 دقيقة على درجة حرارة 250. رح ندخلها بأول تلت من تحت الرف يعني لمدة 40 دقيقة. الخبز بالزعتر رائع جدا، نشوف من تحت. بتجنن ريحة وطعمة، لأنه صرنا عاملينه عدة مرات، رائحة بتشهي طعمة ولا أزكى. أصدقائي ما تنسوا أبدا من تشغلوا الجرس، تفعلوا لحتى يوصلكم كل شيء جديد، وتتفاعلوا معي بالكومنت وبالشير لايك وسبسكرايب حتى تشجعونا أكثر. معكم آدم أسرار آدم، وإلى اللقاء في أشياء جديدة حلوة كتير وغريبة وأول مرة تنعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أصدقائي خبز الزعتر، راح نقص شقفة ونتذوقها. مثل ما قلت لكم انه ما في داعي تاكل معه شيء، هذا الخبز قد ما انه لذيذ وطيب وشهي. فكيف اذا بناكله مع جبنة قشوان او جبنة حلوم او زعتر نفسه.
فإلى اللقاء، ما تنسونا من فضلكم بالاشتراك والمشاركة والتعليقات اللي بنبسط فيها. ما تأخذوني إذا طول بالرد أو بعد تكون مشغول. وباي باي.